اخد الكاتب الكبير والسيناريست وليد يوسف كاتب هذه المسرحيه بلاد السعاده، وايضا هو كاتب نورت مصر وغيره وغيره، وعامل الدالي وعامل حاجات كتيره قوي. مساء الفل يا فنان. مساء الفل يا استاذ محمد، وحشني جدا حبيبي الكل. يعني الف مبروك، المسرحيه هايله وناس كتير قوي بتتكلم عنها، وانا سعيد جدا جدا انك معايا على الهواء اتكلمنا عنها واتكلم الساده المشاهدين عنها. اتفضل حبيبي. ربنا يخليك. اولا مساء الخير على كل مشاهدينك ومتابعينك، كل التحيه وكل اسره برنامج حضرتك في ال تي سي. ثانيا بقول ايه بعد الكلام الحلو اللي انت قلته؟ احنا بنعمل عمل هدفنا منه ان احنا نبين العلاقه الامثل بين الحاكم والمحكوم كي تستقيم الامور، انه مفيش حاكم لوحده هيقدر يقوم ببلده صحيح لو الشعب مش متعاون معاه، بالعكس بالعكس لو الشعب عنده رغبه في انه ينتج ويعمل وما لقاش حاكم يساعده على تحقيق احلام وطموحات الشعب ده، برضه البلد مش هتنهض. اذا لازم نوصل لحل وسط في العلاقه بين الحاكم والمحكوم. أيوة. دي ببساطه الرساله اللي احنا بنقولها من خلال مسرحيه بلاد السعاده. أيوة. ان السعاده مش هتحصل الا اذا كل الناس تعاونت عشان البلد دي تبقى سعيده. ايوه استاذ وليد. ايوه فندم. معاك يا فندم، معاك. المسرحيه مستمره لحد قد ايه؟ وهل بقى في خطه بقى كده نطلع بيها بره في المحافظات، نطلع بيها بره في الخارج في الدول العربيه؟ والله احنا بالفعل امبارح، وخاصه بعد النجاح الحياه منقطع النظير اللي انتوا حققتوه فيها، يعني الحمد لله امبارح صدر قرار بمد المسرحيه للمره الرابعه. المره الرابعه الحمد لله. ايوه على خشبه مسرح سلام شرابه. شفت بقى، انا لما انا بقول نجحت نجاح منقطع النظير عندي حق ازاي في الكلام؟ الحمد لله الحمد لله. والعرض كمان بيضم ضمن جوانبه ممثلين من عدة دول شقيقة، يعني معانا النجمة الليبية خدوجة صبري. أيوه. معانا من العراق النجم باسم منصور. عشان كده بقول لك هنلف بيها بره في المنطقة العربية ان شاء الله. ان شاء الله، لان هو الموضوع يهم كل الوطن العربي. ومعانا من مصر مين برضه عشان نعرف الناس؟ معانا من مصر المسرحية. فنان طبعا، فنان مدحت تيخة، الدكتور علاء قوقة، فنان محمد حسني. أيوه. المطرب الرائع وائل فشني، المطربة والممثلة الرائعة فاطمة محمد علي. ايوه ومجموعه كبيره من الشباب اللي، ودكتور اسامه فوزي، ومجموعه كبيره من الشباب الممثلين اللي ممكن الناس منهم على اول مره على شاشه المسرح، بس تحس ان هم بقى لهم سنين طويله بفضل التدريب اللي عمله مازن غرباوي مخرج العرض. احنا قعدنا نعمل ضربات اكتر من سنه واربع شهور، والحمد لله النتيجه خدتوا مجهود كبير قوي فيها، بس النتيجه الحمد لله مرضيه قوي الحمد لله. الف الف مبروك نجاح هذا العمل الجيد، وبنتمنى لكم ان هذا العمل يخرج بره ويتكرر عمل تاني مثله وثالث ورابع وخامس. اشكرك السيناريست حبيبي، من خلالك ومن خلال برنامجك الجميل ده حياتي. بوجه دعوه لكل مشاهديك واسره البرنامج لمشاهده عرض حدث في بلاد السعاده. احنا يوميا ما عدا يوم الثلاث على مسرح السلام من 8:30. نشرف بداية نسعد كمان بيه. اشكرك السيناريست المعروف وليد يوسف والكاتب المسرح المعروف.